كما نظمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باقة من الفعاليات الرياضية في ووتر جاردن الواقعة بمنطقة السيف. شارك في منافساتها عدد كبير من منتسبي الوزارة تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل للنشاط الرياضي، ومبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بإقامة يوم رياضي وطني في الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، وذلك من أجل غرس مفاهيم الرياضة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة المختلفة واستثمار الطاقات الكامنة من خلال التأكيد على أن الجسم السليم المعافى هو مصدر السعادة للإنسان.